بس ازاي ما جالكيش الرهبه؟ يعني انا باخد نفسي لا يعني، ده اخر سبق بقى في حياتي يعني يا لا دوبك. انا بتكلم على الرهبه نفسها، انا بقارن بس نفسي بكره القدم، من اول مثلا اول كاس كاس عالم عالم روحته كان بالنسبه لي كان في رهبه كبيره جدا، ومن خلال كاس العالم كمان عرفت وحقارن ده معاك يا دكتور ان احنا نقدر نعمل، وان المسافات مش بعيده وما بين الابطال اللي كنا بنسمع خالص عنهم. بالظبط وانا صغير عندي 19 سنه وقابلت ابطال كتيره، وبعدين دخلت كومبيتيشن معاهم فلقيت الموضوع لا يعني احنا مش بعيد قوي كده. حصل معاكي يعني نفس الاحساس ده بالنسبه طبعا. في بطل الفرق السباق؟ بيننا وبينهم اللعيبه المصريين في كل اللعبات شاطرين جدا. الفرق اللي بيننا وبينهم انك بتذلل العقبات، انك بيبقى عندك فريق متكامل، ان الاستمراريه، انك مش مستني اللعيب او السباح او لاعب التنس ان هو مش لازم البطوله النهارده يروحها يبقى النهارده يكسب، ما هو في تدرج. فالاستمراريه وانك تكمل على نفس السيستم وتثق في نفسك وتثق في الفريق الاداري والفني بتاعك بياخد وقت. يعني يمكن انا ابتديت بدري جدا، كنت رقم واحد على مصر وانا عندي 12 سنه، وبالتالي بطلت بدري جدا. لكن انا شايفه ان الجيل اللي احنا فيه دلوقتي محظوظ، لان خلاص ما بقاش السن بدري في كل اللعبات، بقى كل الناس بتكمل وبروفيشنال صحيح ما بقاش بيوصلوا، ليها وقت معين وبقت او الرياضه تتوقفي في سن مهنه مش زي ايامينا. الرياضه هوايه، ولو سمحتي شوفي دروسك عشان ده المستقبل. ده حقيقي، ده حقيقي. فحاسه ان بالنسبه لي انا كنت رهبه وانا صغيره، وكل سبق ليه رهبته، بس دي حلاوته كانت انك انت احساسك من جواك ان انا زي اللي جنبي. الفرق بين التاسع والميداليه البرونزيه اللي هي الثالث كم ثانيه؟ كان 11 من 100 من الثانيه. فبالتالي السبق ده لو اتعاد ممكن ابقى الرابعه، السبق ده لو اتعاد ممكن ابقى الثالثه، السبق ده لو اتعاد ممكن ابقى 16. فهو الموضوع بتوصل لمرحله في الاخر انكم كلكم تقريبا في رينج، يعني طبعا يعني اللي عندها رقم العالم في رينج لوحدها، لكن الباقيين كلهم متقاربين.